مستشفى المواساه هي مستشفى عريقه من 36 زي ما حضرتك قلت، تم اسنادها للجامعه وافتتحت 2014 كمركز متخصص لزراعه الاعضاء. يمكن عندنا في اسكندريه وفي المحافظات المجاوره ما عندناش اي مركز خاص بزراعه الاعضاء، اسكندريه، مرسى مطروح، البحيره، كفر الشيخ، كل دول ما فيهمش. كانت الرؤيه ان احنا نعمل مركز متخصص فقط لزراعه الاعضاء، شامل زراعه نخاع وزراعه كلى وزراعه كبد. يمكن الجزء الأخير اللي تم افتتاحه وهو الوحدة الجديدة لزراعة النخاع، تم افتتاحها عن طريق سيادة الرئيس. كانت يعني في احتياج كبير ليها نظرا لقائمة الانتظار الطويلة اللي كانت موجودة. زي ما قلت حضرتك، يعني احنا بنخدم على 4 محافظات، ما فيش الخدمة دي لا في القطاع الخاص ولا في العام، فكان عندنا يعني مرضى كتير ما بتلحقش دورها وقائمة طويلة للانتظار. وبناء عليه تم التواصل بالتوجيهات، وطبعا توجيهات الدولة، بدأنا ان احنا نفكر ان احنا نفتح وحدة كبيرة جديدة. وحدة زرع النخاع في مستشفى المؤسسة الجامعي بتتكون من 7 كبسولات زرع النخاع وغرفة لفصل الخلايا الجزئية ومعمل لتجميد وتجهيز الخلايا الجزئية. الوحدة عندنا فيها طاقم تمريض على أعلى مستوى ودكاترة طبعا وأطباء على أعلى مستوى، والوحدة بتخدم 4 محافظات، محافظة اسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح. طبعا نظام العلاج عندنا بيتبع نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والمريض لا يتكلف أي أموال زيادة أثناء علاجه في زرع النخاع. طبعا ده شيء مهم جدا، إنشاء وحدة جديدة لزرع النخاع على مستوى الجمهورية، لأنه في طبعا قوائم انتظار طويلة لمرضى زرع النخاع، ومن ضمن سياسة الدولة إن احنا نحاول نقلل قوائم الانتظار، فأعتقد وجود وحدة جديدة في هذا التوقيت لها أهمية كبيرة. طبعا احنا بنحاول ان احنا نخدم قطاع كبير من المرضى، عندنا زرع ذاتي وزرع من متبرع، وطبعا لكل يعني نوع من الزرع الـ يعني الانديكيشنز بتاعته او المبررات بتاعته، عندنا الاثنين موجودين. دلوقتي بداخل كبسولة من إحدى الكبسولات في وحدة زرع النخاع. الكبسولة مقسومة جزئين، جزء للعاملين بالوحدة اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، وده بيتم من خلاله تحضير العلاجات ومناولة المريض لأي حاجة من متعلقاته عن طريق طبعا شباك المناولة. طبعا الشباك المفتوح بيبقى مقفول تماما. الغرفة نصها بيبقى ازاز من باب التواصل مع المريض عشان ما يبقاش فيه مشاكل نفسية، لأن المرضى بيبقوا معزولين عزل كامل. طبعا المريض في الجزء بتاعه اللي هي الكبسولة، هي مسميها كبسولة لأنها يعني أوضة جوه أوضة. طبعا أنا الكبسولة فيها نظام هوائي متخصص في تنقية وتبريد وضغط الهواء عن طريق الشبكة اللي فوق السرير. الشبكة دي متوصلة بمكان تكييف بيعمل الـ3 مراحل اللي احنا قلنا عليهم، التنقية والتبريد والضغط. وكل واحدة منهم طبعا لها وظيفة، تنقية الهواء عشان ما فيش أي غبار أو أي حاجة تطلع للمريض لأنه طبعا مناعته بتقترب من الصفر. التبريد عشان ما يسمحش بنمو البكتيريا والفيروسات. الضغط عشان في ضغط طبعا هنا موجب والضغط هنا أقل، بحيث أن اتجاه الهواء يكون لبرة ما يحصلش أي عدوى تخش للمريض. ده بالنسبة للتكييف. طبعا الأوضة فيها حمام خاص، الحمام ده المية بتاعته بتيجي من وحدة معالجة مية طبعا موجودة في المستشفى في مكان آخر، منقاة طبعا بنسبة 99%، نفس الموضوع بالنسبة للهواء. الأوض هنا معمولة من مادة مضادة للبكتيريا، ممنوع ان انا مثلا اعلق حاجات كتير فيها عشان تبقى سهلة التنظيف. في الأوضة فيها كل حاجة ممكن المريض يحتاجها، سواء تلفزيون،
حمام، متعلقاته طبعا بتخش كاملة لأنه بيتعزل شهر، ما ينفعش طبعا يبقى ما يبقاش حاصل على كل أشياء. دي كده صورة مصغرة من الوحدة في شكل الكبسولة.